واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها، وكذا جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، حيث نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في هذا التقرير. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها في هذا الإطار بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والتي أسفرت عن ضبط 35 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء بحوزة مالك شونة غلال بالقليوبية ومالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بالمنوفية، وضبط 48 طن أقماح محلية تم حجبها عن التوريد بهدف الإتجار بها في السوق السوداء بالشرقية وسوهاج والبحيرة وبورسعيد. كما تمكنت الإدارة من ضبط 24 طن دقيق ومكرونة قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط أكثر من 56 طن أرز وسكر غير معلن عن أسعارها قام المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، نجحت الإدارة في ضبط 31 طن دقيق وزيت طعام وملح طعام ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، ونجحت الإدارة في ضبط 90 طن أسمنت تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن مخزنين لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بالإسكندرية. وضبط 25 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام مالك محلين ومخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتمكنت من ضبط أكثر من 26 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وضبط 12 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة المسؤولين عن محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية.